هناك تبدل في الأولويات العربية. هذا التبدل اللي بيستبدل إسرائيل باعتبارها بتهدد الأمن القومي العربي إلى عدو آخر يلي هو إيران، وهذا يعني التخلي عن الالتزامات اتجاه القضية الفلسطينية. احنا في تقديرنا يعني هناك 4-5 دول ربما تكون جاهزة ما بعد البحرين يعني للذهاب قدما في صنع هكذا سلام وهمي